لما ننظر إلى الموضوع، نحن الآن نتكلم عن سلام، لغة سلام، لا نريد صراعات، لا نريد أزمات. هذه الاتفاقية ليست موجهة ضد أحد، بل موجهة للجميع كي يلتحق بها ويساهم في تغيير هذه المنطقة وتحويلها، مثل ما ذكر الأخ خليفة، من منطقة أزمات والصراعات إلى منطقة، إلى واحة تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، ولا يتم إقصاء أحد من ذلك. ولهذا أنا أعتقد أن التكاتف أو التلاحم أو ما يمكن أن يعبر عن أن نحن نوجد إنجازات الإمارات مع إنجازات إسرائيل، سيمكننا هذا من تقديم شيء فريد ومتميز لشعوب المنطقة وللمنطقة، لنقلها إلى مرحلة جديدة في مختلف المجالات ومختلف القطاعات. جميل.